بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بعد الفاجعة الأليمة اللي أدت إلى وفاة بدر الدين علوي، طبيب مقيم في الجراحة العامة عن عمر لا يتجاوز 26 سنة في المستشفى الجهوي بجندوب، ما نجموش اليوم نبقى متفرجين، لازم نعيطوا ونعيطوا وبالقوة، ورانا ما عادش نسكتوا. اللي صار يا ناس راهو مش حادث عابر، راهو جريمة، جريمة بكل معنى الكلمة، وما يلزمهاش تتعدى من غير عقاب. اللي ارتكبوها الحكومة أولا، وزارة الصحة ثانيا، مدير المستشفى ثالثا، عامل الصيانة وعمال الصيانة رابعا، الناس الكل لازم تتحاسب. ما ثماش حتى تفسير، حتى تفسير ينجم يتقدم للعائلة اللي فقدت ثلث كبدها في مسار الموت هذا. مأساة بكل معنى الكلمة، مأساة. لابد من إقالة مدير المستشفى فورا، وعوان الصحة والصيانة فورا، ما فيهاش حتى تردد. الوضعية هذه راهي مش جديدة، راهي زاد فكرتنا في الحالة الكارثية والمأساوية اللي وصلنا لها واللي وصل لها قطاع الصحة وسبيطاراتنا في الجمهورية التونسية كاملة. أبجديات احترام الإنسان ما تتوفرش في أي مرفق عمومي. تي وين هالدولة يا أقزام؟ عار عليكم، والله عار عليكم. الخزي والعار يا مسؤولي الهانة وملكة الجبانة. الحالة اللي عليها مستشفى جندوبة موجودة في كل مستشفيات تونس، غير ربي سترنا وكهو. موت بدر الدين أنا مسؤول عليه، أنت مسؤول عليه، الكلنا مسؤولين عليه، الكلنا مسؤولين على الكوارث اللي قاعدة تصير، لأن قاعدين مسكرين أفهمنا. وقتاش باش تفيقوا؟ وقتاش باش تكلموا يا ناس؟ باهي يا سيدي، احنا دولة فقيرة، احنا دولة كملت علينا الكورونا، تطبقونا القانون وبصرامة والرحمة لها يا ناس. ما فماش رحمة مع المتهاونين والمتقاعسين. كل دول العالم، كل دول العالم قدمت اللي تقدمت، على الأقل بدأت بتنفيذ وبصرامة بتطبيق القانون. من غير هذا الدولة ما فماش. في الأخير ما نجم كان نقول الله يرحم بدر الدين ويصبر أهله، وفيقوا يا ناس على الواحد، والسلام عليكم.